هنيجي بعد كده للتساؤل المهم اللي هو ازاي نحمي نفسنا من الايه؟ من الكورونا، وازاي نقوي جهاز المناعه، وازاي نحفز جهاز المناعه، وليس ازاي نزود المناعه. انا مش محتاج تزود المناعه، انا محتاج تشحن جهاز المناعه. جهاز المناعه يتم شحنه عن طريق الراحه والغذاء. الراحه يعني ايه؟ الحصول على قسط كافي من ساعات النوم. واحد، الغذاء يعني ايه؟ يعني خضار وفاكهه طازجه، والخضار والفاكهه الطازجه بيرفعوا عدد خلايا الدم البيضاء اللي هي مسؤوله عن الدفاع عن الجسم. اخص بالذكر ثلاث حاجات: الليمون والبرتقال والنعناع، فيهم ماده اسمها هيسبرايدين. الهيسبرايدين دي بتشتغل على الاس 2 ريسبتور اللي هو المدخل بتاع الفيروس للخليه، فلو قدرنا نقفله دي تبقى حاجه كويسه جدا. طيب، هل انت اول ما هتروح كده تقول لي اكل وشرب وراحه؟ اكل وشرب وراحه وغسيل الايدين والتباعد الاجتماعي والكمام، يبقى كده دول كام حاجه؟ خمس حاجات: الاكل والشرب والراحه والغسيل الايدين والتباعد الاجتماعي وايه؟ ولبس الكمامه. طيب، هل في بعض الادويه ممكن نلجا اليها في ان هي تقيني من شر الكورونا؟ ممكن. مين هما؟ ثلاث حاجات مهمين جدا: فيتامين سي والزنك وفيتامين دي. طيب، ايه الفاليو بتاع كل واحد منهم؟ فيتامين دي على وجه الخصوص وباختصار، لو انا بتكلم على الجرعه بتاعتي اللي المفروض تقيني من شر الكورونا، اللي هي بتحفز لي الخلايا الليمفاويه انها تشتغل بصوره جيده، وفي نفس الوقت بتحسن من اداء خلايا الماكروفيج او الخلايا الاكوله، وبتمنع خروج مواد ومضادات الالتهاب، مواد الالتهاب، وبتحفز انتاج مضادات الالتهاب، يبقى ده فيتامين دي. الجرعه بتاعته بيتاخد حوالي 1000 انترناشونال يونت بير داي، او 1000 انترناشونال يونت او 1000 وحده يوميا. دي بتبقى جرعه وقائيه وكافيه، بس لازم ناخد بالنا ان فيتامين دي از هرمون وليس فيتامين. يعني ايه؟ يعني ممكن الجسم يكون بيصنعه، فلازم حضرتك تقيسه وتلاقيه واطي وبالتالي تديه. الكلام ده موجود اكتر في اوروبا وفي امريكا، وعندنا في الستات او الناس كبار السن اللي ما بيخرجوش بره. يعني ايه ما بيخرجوش بره؟ يعني ما بيتعرضوش لاشعه الشمس، او الست المحجبه او اللابسه الاشارب او اللي لابسه كم طويل، عشان جسمها ما بيتعرضش لاشعه الشمس، عشان الاكتيفيشن بتاع ال 125 ده هيدروكسيكولي كالسيفيرول مش بيتم، وبالتالي الاكتيف فورم اوف فيتامين دي 3 مش هيبقى موجود بصوره كافيه. يبقى فيتامين دي 3 فيري اسينشال. واحد. اتنين، فيتامين سي. فيتامين سي زي ما احنا عارفين كده كلنا مهم جدا، عشان بيقوي ويحسن من الابيثيليوم او من النسيج الضام اللي هو موجود في جميع اجزاء الجسم بما فيه الجهاز التنفسي. يعني بالتالي بيقاوم من دخول الفيروس الى الخليه، بيحسن الدفاع بتاع الخليه، وكمان بيشتغل از انتي اوكسيدنت. لكن ناخد بالنا ان الجرعات بتاعته مش عايزين يبقى مبالغ فيها قوي، يكفيني قوي من 1000 ل 1000 ونص ملي جرام في اليوم، يعني من جرام لجرام ونص في اليوم. ده فيتامين سي. طب الزنك؟ الزنك مهم جدا، بس مش مهم جدا ان هو يكون موجود في السيرم، مهم جدا ان هو يكون موجود انترا سيلولار. لما بيخش الزنك للخليه بيشتغل عن طريق ان هو بينهبت الار ان اي بوليمريز انزايم، يبقى الزنك بياكت از ان اندايركت انتي فايرال. كويس جدا. مين اللي بيدخل الزنك للخليه؟ واتس كولد زنك ايونوفور. مين الزنك ايونوفور اللي انت تعرفهم؟ الكلوروكوين والهيدروكسيكلوروكوين وحاجه اسمها كويرستين. كويرستين ده كان بيتباع في امريكا وخلص جدا اول ما اتكلموا على الدور بتاع الزنك في الايه؟ في النشاط الكورونا. يبقى بالتالي لو انت قدرت توفر حماية كافية للمريض يحصل فيها على فيتامين دي وعلى الزنك وفيتامين سي ان وان باكج عشان تحسن الكومبلانس بتاعه وما ياخدش ادوية كتير، يبقى انا بقول لك خد التراي جارد وهيبقى كويس جدا، والبريباريشن بتاعته اوبتيمم، قرصين كل يوم هيديك ما مقداره جرام فيتامين سي و40 ملي جرام زنك وحوالي 1000 انترناشونال يونت فيتامين دي، وبالتالي يبقى احنا قدرنا نحسن المناعة بأقل القليل وفي كومباينيشن واحد.